أعلنت وكيل وزارة التربية الدكتور مريم لوتيد عن عزم الوزارة تنظيم احتفالات وفعاليات مختلفة في المدارس بمناسبة اختيار سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ونيل سموه لقب القائد الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزا إنسانيا عالميا من قبل الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة. تصريحات لوتيد جاءت خلال حضورها افتتاح الملتقى التدريبي الثاني في مدرسة أحمد السقاف المتوسطة، وأكدت أن برنامج الملتقى التدريبي جزء أساسي من برنامج التدريب لمعلمي ومعلمات التنمية البشرية، مشيرة إلى أن هذا العمل جزء من الخطة الإنمائية لوزارة التربية للعام الدراسي الجديد. مطالبين بأن نزود كل معلمينا بصورة مستمرة ودورية، سواء كانت بصورة مركزية أو في المدارس أيضا عن طريق الإدارات المدرسية وعن طريق أيضا التواجه الفنية، أن نزودهم بالمهارات والخبرات والمعارف والمواقف التعليمية والتربوية بصورة مستمرة، سواء من ناحية تربوية أو من ناحية علمية أو من ناحية إدارية بصورة مستمرة، حتى نستطيع أن أيضا نضخ كل ما هو جديد إلى الميدان التربوي. يهمني أيضا في البداية أن نهنئ أنفسنا باختيار صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظ الله ورعاه أمير دولتنا باختيار قائدا للإنسانية على المستوى العالمي، واختيار أيضا دولة الكويت كمركز إنساني متميز على المستوى العالمي. كل الفخر لنا كمواطنين سواء كويتيين أو غير كويتيين بهذا الحدث التاريخي العظيم بفضل جهود أميرنا وحكومتنا الرشيدة والمواطنين في دولة الكويت.